نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي الكرام، أحدثكم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أهمية متون العلم لطالب العلم، فأقول وبالله التوفيق إن حفظ المتون له أهمية كبيرة جدا في بناء طالب العلم. وهذا الحفظ حثنا الله سبحانه وتعالى عليه، وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد مدح الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه. قال الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الحسن رحمه الله: القرآن آيات بينات في صدور المؤمنين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسر الله حفظه وتلاوته وتفسيره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنضارة لمن يحفظ حديثا ويعيه ويؤديه إلى من لم يسمعه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كذلك علماء أمتنا الإسلامية كانوا في الحفظ بمكان، رحمهم الله، حفظوا لنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفهموها وبلغوها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وقد تواترت وتواردت عنهم آثار كثيرة يحثوننا على حفظ العلم وعلى التنعم بهذه الميزة. فقال الأعمش رضي الله عنه: فإن مثل الذي يجمع ولا يحفظ مثل من يجلس على خوان، أي على مائدة، فيمسك باللقمة ويضعها وراء ظهره، فمتى تراه يشبع؟ إنه لم يأكل شيئا، يا عباد الله. هذا تمثيل رائع من الأعمش رحمه الله للمتون. إن من يجمع ولا يحفظ كمن يمسك باللقيمات وبالطعام ولا يأكل، إنه لن يشبع، لن يستفيد مما يحفظه. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، أي ما حفظته، هذا هو العلم. وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: العلم هو الذي يدخل مع صاحبه الحمام. كيف ذلك؟ أي العلم الذي تحفظه ويكون معك حيثما كنت، إن كنت ها هنا معك، إن حتى إذا دخلت الحمام فالعلم في صدرك ولا تحتاج أن تتركه في خارج الحمام. وقد أحسن الشافعي رحمه الله في هذين البيتين الرائعين اللذين قال فيهما: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إي والله. وهناك قصة جميلة وردت عن الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، حيث كان قد سافر إلى بعض أهل العلم وجمع علما غزيرا وكتبه في الكتب ووضعه في جراب، وعاد مع القافلة، وبينما هم في الطريق إلى طوس بلدة الإمام أبي حامد الغزالي جاء مجموعة من اللصوص وأخذوا ما في القافلة وما معها، وأخذوا الجراب الذي فيه الكتب لا يدرون ما فيه،
فأسرع الإمام أبو حامد الغزالي وراءهم يترجاهم أن يعيدوا إليه هذا الجراب وما فيه خاصة، يأخذوا كل شيء إلا هذا الجراب. فقال له أحدهم: وماذا في هذا الجراب؟ قال: فيه الكتب التي كتبت فيها العلم. فقال: علم لا تحفظه لا تدعي أنك تملكه. وأعاد إليه الجراب. أثرت هذه الكلمة كثيرا في الإمام الغزالي، وقال: لقد استنطق الله هذا اللص ليذكرني. قال: فعدت إلى بلدتي وعكفت 3 سنوات على المتون وعلى ما كتبت وعلى العلم أحفظه، ولم أعد بعد ذلك أخشى اللصوص. حيثما كنت فإن هذا العلم ينفعني. أخي الكريم، لنسمع ما قاله الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله. قال: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا لاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وقد علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله على الكلمات النيرات التي قالها فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقال: أي علم بلا حفظ يزول سريعا. وقد كنا في بداية الطلب نمنع عن الحفظ بدعوى الفهم وبدعوى أن الفهم هو الأهم، ولماذا تتعب نفسك في حفظ المتن وعليك بالفهم الفهم، ولكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. وما انتفعنا والله إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم. فلا تغتر بمن يقول الفهم. ولهذا الدعاة القائلون بالفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء ليس عندهم علم. هذا الكلام أخي الكريم ليس تقليلا إطلاقا من الفهم والتدبر ومن أن تستنبط، ولكن البداية في حفظ متون العلم، في أن يكون عندك حصيلة كافية من المتون تستحضر بها الشواهد، تستحضر بها الأدلة. وإن خير ما تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ في بعض المتون المختصرات المعتمدة عند أهل العلم، وبذلك تحصل علما نافعا طيبا. أسأل الله العلي العظيم أن يشرح صدري وصدوركم إلى الإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متون العلم، نحفظها وندرسها وننشرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.